أننا خلقنا لأجل الله، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته. فإذا شعرت يوما من الأيام بحزن فاعلم أن فرجك بيد الله، وإذا شعرت بأسى فاعلم أن أمرك بيد الله، وإذا شعرت بضعف فاعلم أن قوتك عندما تستمدها من الله، وإذا شعرت بفقر فاعلم أن غناك بيد الله. كل من كان مع الله كان الله معه، كل من احتاج إلى الله فدع الله أجابه. فإذا كان الله معك كانت لك النصرة، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إن عدا عليك ظالم أو تجرأ عليك مجرم أو تقوى عليك رجل أو استعان عليك عدو بأعوانه فاعلم أن خلاصك بيد الله.